يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس ينام عن الصلاة فإذا انتهت قلت له لماذا لم تصلي، فيقول كنت نائما والنوم سلطان، فما حكم هذه العبارة وهي النوم سلطان، ومن يحتج بها دائما على ترك الصلاة؟ النوم يغلب أحيانا إذا كان حريص على القيام، من عادته يقوم لكن غلبه النوم بعض الليالي، هذا لا شك أنه عذر. أما النوم اللي يداوم عليه ويتعوده ولا يبالي هذا لا يجوز، هذا متعمد من النوم. نعم.